ورقة من خلالها يسمح الحصول على رخصة بناء قسيمة في مدينة مطلع وجنوب عبد الله المبارك، حديث عن تسليم شهادة من يهمه الأمر لمستحقي الرعاية السكنية في أضخم مشروعين إسكانيين. الحمد لله جاء الحين موعد التخصيص الأرض. طبعا احنا قدمنا من زمان، صار لي الحين تقريبا 22 سنه، لكن يا ربي لك الحمد. الحمد لله الحين بلشوا هيئه الاسكان ينادونا وبلشنا، قضينا الموعد اونلاين ودخلنا عليهم والامور جدا ممتازه، وهذه الحين وفرت العنوه على الناس يا ربي لك الحمد. الحين خلاص تلقى اسمك موجود عند البلديه حق اذن البناء، وتلقى اسمك موجود كنا في بنك التسليف، تلقى أساسا وتلقى حتى المواد المدعومة هم بعد تلقى اسمك هناك. سرعة إنجاز للمعاملة والتوجه لبلدية الكويت وبنك الائتمان لاستكمال بقية إجراءاته، وفرحة مواطنين بعد طول انتظار. فرحتين، فرحة أي مواطن كويتي ينتظر بيت بعد سنين طويلة. يعني أنا بالنسبة لي تقريبا 16 سنة يلا وصل لي الدور، يعني فرحة طبعا كبيرة حيل. بإذن الله توجه لبنك الائتمان والبلدية استخراج أمر البناء، وإن شاء الله بنك التسليف لاستلام الدفعات للبناء إن شاء الله بإذن الله. دقائق معدودات لاستلام الشهادة وحسن استقبال وتنظيم من قبل موظفي رعاية السكنية وبإجراءات وقائية وصحية. احنا هني نسلم كروكي حدود القسيمة حق المواطنين، بس بعد التدقيق على الكتب اللي يستلمونها من الشباب الأذونات البناء نسلمهم كروكي حدود القسيمة. فيها تنظيم، هي على دورة مستندية طبعا، وفيها تنظيم هنا من الشباب، ولا سريع يعني ما فيها إن شاء الله أي تأخير على المواطنين. نعطيهم شهادات حق البلدية وحق بنك الائتمان والعقد اللي بيننا وبين المؤسسة، ونوجههم على أساس يأخذونها من حتى الكروكي. وتجرى آلية تسليم من خلال منصة السكنية وتحديث البيانات إلكترونيا وحجز موعد لتسليم شهادة لمواطنين ومراجعين. 600 شهادة من يهم الأمر أصدرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الأربعة الأيام الماضية، وذلك لمستحقي الرعاية السكنية لمدينة المطلع وجنوب عبد الله المبارك بمعدل 150 شهادة يوميا. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.